فلاتنبرج هينجح في مصر ولا مش هينجح؟ ده بيتوقف على عدة عوامل. ان الناس الموجودين، انا قلت لحضرتك انا كنت مسجل موقف وموقفي واضح وصريح ان انا متحفظ على وجود خبير اجنبي، لكن طالما بقى امر واقع انا مطالب مني كمسؤول سابق او كحكم ان ادعمه. شيء طبيعي جدا. صحيح. ده شيء طبيعي جدا. ليه؟ لان مش بدعم شخصه، انا بدعم شخص هيجي مسؤول يطور في التحكيم. حته ان احنا نسبق الاحداث ونقول الراجل هيفشل الراجل ما هيفشلش، اصل احنا هنعمل له، اصل يبعت له فيديوهات، اصل الكلام ده يعني انا اشوفه انه كلام صغير. بس هي يعني هقول لك رايي في القصه دي. هو تم الاعلان ان الراجل ده عقده سنه. كلمه تطوير تحكيم دي حد ادنى سنوات. حد ادنى اربع من اربع لخمس سنين او كده حد الادنى. مظبوط. فانت النهارده اعلنت ان هو عقده سنه. سنه وهيمشي. شوف المجلس مدته قد ايه يا محمد؟ فبالنسبه لي المجلس مدته قد ايه؟ لازم المجلس يمضي مع حد. انا مش هدخل في القصه دي. لا لا دي نقطه مهمه. لا لا بس بتكلم على نقطه اداريه مهمه. بس هو الراجل بيتكلم على نقطه فنيه. فنيه صحيح. صحيح. بتكلم على الموقف الحالي. هو بيقول لك انا فاهم يقصد ايه. كلام متفق معاه على فكره. متفق معاه. انا ممكن الكابتن توفيق بيقوله ده ممكن احله ازاي؟ هحط لهم اعرض لهم الخطه بتاعتي. دي خطه طويله الاجل وفي خطه قصيره الاجل وهشتغل. اتفضلوا دي الخطه بتاعتي. والله الناس مشيت، اللي جاي بعد كده عايز يكمل، ودي خطه لمده اربع خمس سنين. ده الشغل الصح. صحيح. لكن تقول لي انا تعاقدت معاه لمده سنه وهياخد بعضه ويمشي، فبالنسبه لي مفيش تطوير. يعني لو تحت عنوان سنه دي فالكلام ده في الواقع العملي. انا متفق مع محمد تماما شكلا الموضوع عن تطوير التحكيم. وبعد كده انت النهارده هسالك سؤال. هذا سؤال مهم جدا. انت النهارده جاي تطور اداء ال 20 او 25 حكم اللي هم بيحكموا في الدوري الممتاز فقط، ولا هتاخد من القاعده من تحت؟ ده انت اثرت نقطه. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه. هو التطوير ان انا الاقي حاجه حد كويس عنده قابليه او عنده الموهبه ان انا اطور من ادائه عشان اوصله للمستوى اللي احنا عايزينه. صحيح. طب انا هقول لك على حاجه. فضل. انفراد بقى ليك في البرنامج يعني. ما قلتليش عشان انفراد ده. لا ما ده بحتفظ بيه لنفسي. اتفضل يا كابتن. احنا بنتكلم على الحكام. انت عندك الرؤساء اللجان الحكام المناطق الفرعيه. تمام. نفس الموضوع عندهم غضب. ما هي الناس دي بتشتغل متطوعه. ودول اللي بيطلعوا القاعده بتاعت الحكام. انت جايب له الهيد بتاعه يتقاضى مبلغ وقدره بالدولار. مبلغ محترم. الناس دي بتشتغل متطوعين. فانت النهارده مين هيساعدك؟ او انت الناس نفس الموضوع. انا بكلمك بقى على المستوى المسؤول. ده مش بس الحكم. مش بس الحكم. اللي فوق الحكم. اللي فوق الحكم عنده مشكله. ده عنده مشكله. صح. تمام. صح. الحاجه الثانيه بقى. انت النهارده مثلا في مطالبه نزلت لاتحاد الكوره للحكام. تمام. لما راحت نزلت تحت رجعت قالوا لهم لا كده كتير. صرفوا فلوس القسم الاول اللي هو الدوري الممتاز والقسم الثاني وبعض مباريات القسم الثالث. دوري الشباب والدوري الجمهوريه ما اتصرفش. اللي هو بيتكلم عليه ده مهم جدا. طبعا احنا بنتكلم عليه اللي هم الولاد الصغيرين دول. طبعا. تمام. وانت عشان تعمل تطوير لازم حتى تستقطب ال الشباب الصغيرين دول. هو ده هم دول بقى اللي انت محتاج تطوره. بالظبط. هم دول محتاج تشتغل. انت بتعمل له انت بتخليه بينفر منك. عندنا مشكله كبيره جدا. انت النهارده عندك اربع خمس حكام. فاضل لهم موسم واحد ويكونوا خارج القائمه الدوليه. الله. هل حضرتك شايف يا كابتن كريم؟ لا مش شايف. برافو عليك. شايف ان في صف. ايوه مش شايف. بس انا متفق معاك. شفت؟ صح. انا اسف. انا لا لا انا زيك. انا عندي مشكله في الجيل القديم. طبعا. احنا بنعيش الواقع. احنا بنتكلم على الواقع. عندنا حكام محترم. عندنا حكام على اعلى مستوى من الكفاءه الفنيه. ولا انا دايما باكد على الجمله دي. انا دايما باكد على الجمله دي. على مستوى الاحترام والنزاهه والكفاءه وكل شيء. حكامنا فعلا محترمين وكبار. ناقصهم بعض الامور في التطوير. ناقصهم بعض الامور في امكانيات. الثقة. وفي الثقه طبعا موجود. ناقصهم طريقه تعامل. صحيح. من المسؤول. صحيح.